نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية مجانية شاملة في قريتي قوم المنصورة بمركز أبنوب والمنشأة الصغرى بالقوصية بمحافظة أسيوط. تضمنت القافلة تقديم خدمات في مختلف التخصصات الطبية. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الأسر الأولى بالرعاية ودعم أهالينا المستحقين بمختلف محافظات الجمهورية، نظمت جمعيات رسالة وحملة بشبابها ضمن التحالف الوطني قافلة طبية مجانية شاملة بقريتي كوم المنصورة بمركز أبنوب والمنشأة الصغرى بالقوصية بمحافظة أسيوط. القافلة ضمت عددا كبيرا من التخصصات الطبية بالإضافة إلى معمل تحاليل طبية وعيادة أسنان فضلا عن تخصصات طبية أخرى. القافلة الطبية بتكون عبارة عن كشف من جميع التخصصات، قافلة طبية شاملة بيكون فيها كشف وتحاليل وأدوية، كل ده بيصرف بالمجان. معانا نخبة من الاستشاريين والأخصائيين بيقوموا بالكشف على الحالات، متواجدين لمدة 3 أيام، موجودين النهارده في مركز شباب قوم المنصوره ومتواجدين ان شاء الله على مدار ال3 أيام القادمين. القافله الطبيه بدات بتنظيم، احنا عاملين عيادات، وطبعا العيادات اتقسمت لكل حاجه في كل الافرع، اسنان ورمد وبطنه واطفال، وعندنا برضو ذو همم كمان. وفي يومها الأول شهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين تم صرف العلاج لهم بالمجان. فهذه القافلة الطبية خدمت كثيرا من الناس، وخاصة في التخصصات اللي هي الموجودة في القافلة الواردة إلى هذا المركز الشباب. وأنا بصفتي كنت جاي لكشف رمد، فوجدنا استقبال حسن، ووجدنا بسم الله ما شاء الله إقبال كثيف، ووجدنا من الأطباء خدمة متميزة. إقبال فعلا والله، وما فيش أي حاجة، والعلاج مجاني وكل حاجة مجاني، ما حدش بيدفع أي حاجة، وترحيب واستقبال على أتم وجه. وبنكشف، وأنا جاي أكشف نظر، وبيقدموا لنا نظارات مجاني، وبنكشف وأطفال وكل حاجة موجودة. استقبال طيب للدكاترة، كشوفات محترمة، في علاج مجاني. الناس كانت متوقع أن يكون فيها رسوم يتم دفعها، لكن الحمد لله علاج متوفر بالمجان، كشف مجان، تنظيم كويس. وتستمر جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمة طبية متكاملة للكشف والعلاج المجاني لغير القادرين من أهالينا بالمحافظات.